السبب الحقيقي وراء القراية أن القراية راح تختصر لي زمن وأيضا راح تختصر لي تجارب الناس الثانيين. أيضا العقاد قال القراية راح تعطيني تضيف لي حياة أخرى وهذا سبب من أسباب القراءة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أول فرض نزل عليه هو كلمة أقرأ، فلما تجمع هذه الأمور كلها راح تجيب على سؤال ليش أقرأ. اللي خلاني أبدأ القراية، أصلا بديت القراية يعني نوعا ما في مرحلة متأخرة يعني في الثانوية، والسبب الرئيسي كان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل أختي إيمان أعطتني كتاب اسمه صور خواطر للشيخ الراحل رحمة الله عليه علي الطنطاوي. كان كتاب فعلا جميل، كتاب شدني من البداية للنهاية، من عندها انطلقت في عالم القراءة. القراءة مثل اللياقة، تزيد وتنقص يعني لياقتك في القراءة، فلما تنقص لياقتي اللي يحفزها واللي يخليني أرجع القراءة هي الأسئلة اللي تطرح علي. لما يطرح علي سؤال أروح أبحث عنه يعني أجيب عنه عن طريق القراءة. الجيل الحالي مشكلته مع القراءة مش مشكلة كبيرة، بحيث إنه يعني عندنا مثقفين في الرياضة، عندنا مثقفين في المكياج، عندنا مثقفين في الفن والأمور الثانية. الجيل الحالي يحتاج توجيه، يحتاج أيضا إنه نساعده في إنه يختار نوعيات القراءة اللي يهتم فيها واللي راح تساعد هذه الأمة على النهضة وإنها تكون في مصاف الأمم الكبيرة.